قوة. ها خلصت مبارياتكم خلاص، نسوي عناية اليوم. بخاطري أسوي عناية من A to Z، من الألف للياء. أول شيء ألف مبروك للمنتخب السعودي، ألف مبروك للمنتخب البحريني، الله يوفقكم، وهارد لك للمنتخب القطري، وهارد لك للمنتخب العراقي. هذه كرة، فوز وخسارة، ما احنا طلعنا خلاص بعد. يلا خلونا نبتدي العناية. ليش حاطة هالإفكت؟ لأنه شوفوا يعطي غباشة من ورا، مو معدلة، ترى عفسة. وتوني مسويت لكم كذا بوست حق الأسبوع إن شاء الله الجاي، منهم حق تساقط الشعر، انزين اللي طلبته، وفي شيء بعد وايد حلو. المهم الحين بطبق العناية على السريع. أول شيء بسويه بزيل الميك اب. أنا وايد من عشاق الديماك هذا، انستنت كل الألوان عندي، الأزرق للأسف خالص، شوفوا الأخضر، الوردي هذا حساسة وردية، كل البشرات، الأزرق بالهارونيك أسد. أول شيء بسويه بزيل الميك اب. ما شفت البدلية اللي قطيتها بس رديت على السناب. بعد ما زلت المكياج بالكامل راح أرش على وجهي ماء الورد النقي. إذا حسيتي وجهك ما تنظف بالكامل من الميك اب تقدرين تغسلين وجهك، وخاصة اللي بشرتهم حيل دهنية أو مختلطة، ممكن تستخدم الغسول مرتين باليوم، فممكن الصبح أول ما تقوم من النوم وبالليل قبل لا تحط العناية. أنا عن نفسي زلت الميك اب بالكامل، فالحين برش من ماء الورد النقي من إزيل بيوتي، دائما آخذه. خلي البشرة تهبل، ماء الورد يهبل عقب إزالة المكياج. بعد ما زلت المكياج وحطيت المهدئ البشرة، ما تبي تحطين مثلا ماء الورد النقي على راحتك، ابتدي بالمقشر. إذا مو حامل ومرضع فالدفرين، يا كريم يا جل. أنا الحين اللي عندي الكريم، الجل خالص. هذا استخدامي له 3 مرات بالأسبوع. يقاوم التجاعيد البشرة، يخلي البشرة أكثر شباب، يقشرها بطريقة حلوة. لازم تحطون حماية الصبح أول ما تقومون من النوم، لأنه يعتبر قوي على بعض البشرات، وجربيه على جزء صغير من وجهك قبل لا تستخدمين على الوجه بالكامل. والفيديوهات اللي منتشرة اللي باليوتيوب إنه وايدة قربة من تحت العين غلط، وفي بنات أساسا ما تتحمل حول العين، فأخري بالمرة حول العين. أنا لا، أطبطب على جناب العين وشوي يهني، ما أروح حول العين مباشرة. وحولين الشفاه يفضل إذا أنت عندك جفاف ما تقربينه حوالين الشفا، أحطه 3 مرات بالأسبوع، لأن الباقي الأيام أستخدم إمسكين أورين أو أحماض الفواكه أو الريتينول اللي يكون أخف منه، عشان أقدر أستخدم هذا أطول فترة ممكنة بدون ما. الحين البشرة امتصت، خلكم معاي عشان راح أراويكم بالضبط شلون نستخدم الدفرين. البشرة امتصت ماي الورد بالكامل، راح أخذ نقطة من الدفرين، هذه كميتها شايفينها؟ راح اسوي كذي على الرقبه، هم حطه وكذي راح افردها. انا شوفوا كذي مسحه طبطبه، مسحه. لا تقربون حول العين اللي بشرتهم حساسه نهائي، لانه ممكن تشد عليكم بشره وتصير جافه حيل. الرقبة بنات كثر ما تقدرون، روعة ينن. أنا ديرمو ريلاكسنج مالي خلص، أنا مو علي أغرق رقبتي في ديرمو ريلاكسنج. أي شيء فيه بيبتايد بنات غرقوا رقبتكم فيه، يساعد إن الخطوط ما تطلع على طول. هذا هو الدفرين، عشق أبدي، عشق. بعد ما حطينا الدفرين راح أحط أساسيات البشرة. شنو أساسيات البشرة عندي؟ فيتامين سي. بما اني انا الدفرين حطيته وهو مقشر اقوى من الريتينول او السكن اورين او اي شيء ثاني من الاشياء اللي استخدمها بقيه الاسبوع، راح احط فيتامين سي 20، ما راح احط اللي يكون شوي اعلى، اوكي؟ فانا هذا اساسا عندي من مجموعه بعد الديرما رولر، فانا اموت عليه هذا. متابعاتي يدرون سنين استخدمه هذا من فلاي اب. شايفينه بقطاره؟ اخذها الكثر بس تكفي، اوكي؟ احطها كذي وهنا قطت، اوكي؟
وافردها على كامل الوجه والرقبة. طبطبي على الخدود، طبطبي على الخدود. الرقبة لا تنسونها بنات، والله لا تنسونها بالترطيب. بس بعدها ايش راح احط؟ هايرونيك اسيد انستنت، روعه. بعد الفيتامين سي راح احط انستنت هايرونيك اتش 40. هذا طبعا مكتوب عليه اتش 40 بس بنات هذا من يعني 25 طفل 25 26 تقدرين تستخدمين الهايرونيك اسيد، روعه. هذا اللي دائما اقول لكم اكثر واحد استخدمته ب 2018، اخر مره لما شرحت لكم عليه صراحه فتحت واحد عشان اراويكم قوامه فمتحسفه عليه صراحه. بستخدمه بفرده على وجهي، خذت منه شويه الرقبة بعد. سريع الفرد، أنا أموت على الأشياء اللي تصير شايفينها جل. سريع الفرد والامتصاص. وإذا سيرم عرفي إن تراكيزه وايد عالية، يعني تراكيزه فعالة. شفتوا؟ ديفرين، فيتامين سي، هارونيك أسيد. أوكي؟ الحين راح أحط لكم الفيتامين سي والهارونيك أسيد. آخر شيء بحط على وجهي ريحته خيال خيال، عشان كذي لما اقول يعني خاصة البنات متزوجات يعني تي قبل لا تنام تمش ميك ابها وكذي وتي تحط اشياء ما فيها ريحة او ان في اشياء تكون ريحتها مو حلوة تختم بشيء وايد حلو. هذا خيالي بخلاصة زهرة الكميليا، هذا سويت عنه بوست كامل لاين من استيديرم. استيديرم وايد اعشقه، احب لزقات العين عندهم، الازموكلين للتنظيف المنزلي. هذا روعة روعة، اللي راح تشمه راح تفهم شنو قصدي. وروعة ما يطلع حبوب، وبالسلولر ووتر يعني بالماء الخلوي، فبالتالي امتصاصه سريع ما يطلع حبوب. وغير هذا كله بزهرة الكاميليا، واقروا عن فوائدها ترى كل شيء فيها من فيتامينات، بس بختم فيها عن خاطر بحط نقطة منها شذي هالكثر. ريحة الريحة دمار. اني حق منطقة حوالين العين، حوالين العين بستخدم هذيلة من اي سي ام، وايد روعة بنات. اول شي بحط ديوليس هذا الاسود، وبعدها بحط من لاين الدي بي وايت هذا. ليش دكتورة هذا اول؟ هذا يحسن من الدورة الدموية لوجود الهسبريدين والكرايسن. اوكي، وهذا ميزته ان في مفتحات لمنطقة حوالين العين، يعني شي ينشط الدورة الدموية ويقلل الانتفاخات، وشي كذلك يفتح. ليش هذا شنو فيه؟ في كوجيك اسيد، في فيتامين سي، وفي الالفا اربوتين، فورا بعض اتوقع انه وايد راح يكونون خيال. طبعا انا هذيلا يكفون فوق الشهر، فوق الشهر والله هذيلا متى يكفون؟ فوق الشهر بس تقريبا هذيلا خلاص على وشك. تحطين الاسود شويه طبطبه كذي، لازم طبطبه. بعدها حطيت هذا الديوليس، الحين بحط هذا، هذا الدي بي وايت. تذكرون المفتح الاكواع والركب؟ هذا من نفس اللاين بس هذا مال حوالين العين. طبعا شايفينه جل، شايفينه؟ راح اخذ من هني واحط هني شويه بعد. كفي كفي، يعني شوف انا صغير كذي بس يكفي. بس انا خلاص على وشك. هي بنات والطبطبة هذه يهبل، هذا صد صد يهبل. احط لكم، انا دائما اشرح لما احطهم احط لكم انه منو اول منو تالي تحطونه، وايد حلو حق منطقة حوالين العين. ما ننسى مرطب الشفاء، عندك مقوي رموش حطيه، عندك أمبولة حق الشعر قبل لا تنامين حطيها مو خسارة. أعرف بنات يشترون مجاميع للتساقط وخلونها عند راسهم لين تنتهي. في الحين قاعد أحط لكم أساسيات البشرة، يعني من غسول لرشة الماي الورد لتفاصيل مقشر وكل كل هالأمور. أوكي، بس دير بالكم دفرين غير آمن للحامل والمرضع. أوكي، هذا مرطب الشفاء اللي بستخدمه من دكتور بلتر، روعة. حتى بالهدايا يوم سويت مسابقة حطيت حق البنات، شوفوا تعصرونه كهو برتقالي يطلع. تحطيني شوية روعة المرطب.
هذا هو. بعد الشاور حطيت من هذا. البنات قاعد يقولون دكتورة انتي تتكلمين دائما عن الوي بس ما تحطين شيء حق الجسم، هذا توني شرحت لكم عليه، فيتامين سي من فيرند وايت، هذا لوشن جسم، شوفوا ايش كبره 500 ملي. انزين تقدرون تحطون هذا، تقدرون تحطون مال اي سي ام مال تفتيح الاكواع والركب، وتقدرون تحطون فيرند وايت كذلك الابيض اللي فيه هيدروكوينون حق البنات اللي عندها تصبغات بجسمها، يعني مره واحده تبي تحط شيء حق تصبغات بجسمها تقدر تخلط هذا مع الهيدروكوينون الاقوى. بس انا هذا حطيته اليوم كمثال لان فتحته وقاعد استخدمه، وكذلك امن للحامل والمرضع، وريحته وايد حلوه وسريع الامتصاص. اوكي فحطيته كمثال. اوكي كذي يصير بس فرده سريع. طبعا دهن جسمي خلص، بس انه براويكم فرده. وريحته تهبل، ريحه برتقال وايد حلو. بس خلصنا.